أعزائي مجددا، نرحب بكم مع طريقة الكنافة الناعمة. طبعا هاي عبارة عن عجينة أنا طبخها على الغاز، وهي كالتالي: عبارة عن كاسة طحين، كاسة سميد، ومعلقتين زيت نباتي، زائد رشة سكر ورشة ملح، وحطيتهم، وطبعا ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيتهم على الغاز على نار هادية أو على الفرن يعني. وبعدين تطفي عليها، انها تكون مش يعني شايفه، مش انها ناضجه ناضجه، مفروض وهي سخنه، بس انا تركتها شوي وهي سخنه. تكسريها بالطريقه هاي، مش مفروض ابدا تستني عليها تبرد، يعني هي هسه فاتره. تكسريها وبعدين بنخلها، والاشياء الخشنه بنشيلها وكالتالي. ها انا راح ابلش افرك فيها، وبنخلها بالصفاي. والخلاصه هي العجينه اللي نحن بدنا اياها. طبعا هي مبينة، تبدو كأنها، لكن الشكل النهائي هو اللي بيحكم. راح أبلش أفرك فيها كالتالي. أنا راح شوي أكسرها أكثر. طبعا أنا ما بدي إياها استواء كامل، أنا بدي إياها زي هيك تكون ناضجة، بس ما بدي إياها تكون فيها هاي، مش مفروض تكون يعني فلافي، بدي إياها لانه هاي هي العجينه البيسك الاساسيه للكنافه الناعمه. وبعدين انت بتكوني على جهه حضرتي يا ستي العزيزه، بتكوني حضرتي الجبنه اللي بدك اياها، اما بتمزجي موزاريلا مع جبنه بلديه اللي هي جبنه الملح، بتكوني انت قبل بوقت نقعتيها. طيب هسه نشوف كيف الشكل النهائي. طيب راح افرجيكم بس كيف. لسه ما أعزائي هيك إحنا بنصفيه، شايفة كيف بنعملها؟ نشوف كيف الخلاصة صار عنا. هيها شايفة كيف؟ هاي هي العجينة الأساسية للكنافة الناعمة. هسا إيش بنعمل فيها؟ طبعاً هاي مفروض إن نضلنا نستمر في كل ما كانت، وهي سخنة زي ما حطيناها من شوية، وهي سخنة وكسرناها بتتكسر معنا سريعاً جداً. أما في حالة إنها بردت بتغلبك شوي، وإنتي بتنخلي فيها وبتكسري فيها بالطريقة هاي، المهم تطلع نفس بالكمية هاي. هسا الكمية اللي طلعت عندك بتجيبي ملعقتين أو 3 ملاعق سمنة حسب الكمية. أنا هاي بتعمل عندي يعني صحن صغير. بتجيبي 3 ملاعق سمنة، وزي مبدأ البس المعمول، سمنة بتسيحيهم تمام، و يعني بتدمجيها بطريقة الجمع، تجمعيها جمع مع السمنة. وبعد ما نجمعها بجيب صينية اللي أنا الأساسية اللي بدي أعمل فيها الكنافة. طبعا لازم شو فايدة السمنة؟ فايدة السمنة انها بتلم العجينة. هاي العجينة حكينا احنا سويناها من شوي، حكينا مقاديرها وصفيناها، شايفة كيف جمعت لي العجينة، لمت العجينة السمنة واصبحت كتلة واحدة. بدي اضغط عليها تنضغط الطريقة هاي، تجمع لي العجينة. انا بكون محضرة الجبنة من شوي، يعني حضرتها وجمعتها مع بعض، اللي هي خلط نوعين، تستطيع انك تحطي نوع واحد ونوعين، وبتحطيها على نار هادية. انا بحطها على الغاز طبعا، مش بهاي، انا محضرة صينية صغيرة على، وبحضرها بشكل معين، مثلا بسمك، تكون سمك يعني بفردها، ما بدي اياها مش لازم تكون سميكة كبير، بفردها وبحطها على نار هادية هادية على الغاز او على الفرن، يعني انا على الغاز تطلع معي سوبر يعني. طيب هي احنا بنحط صبغة، لكن انا عندي صبغة مش حابة احطها، لان اذا الصباحة حكينا اختياريه، انا حابه لونها هيك، بفضل لونها هيك. يعني ححطها على الغاز وفي صحن التقديم، وبنرجع نشوف الشكل النهائي.